بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على شمال الصعيد وبارد على باقي الأنحاء. في شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. كمان في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة بهيلة، صباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني يمكن الجو فيه استقرار نسبي وفي طبعا شبورة لازالت مكملة معنا، طمنينا أخبار الجو إيه؟ بالفعل هو الحمد لله الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير وتلاشي أي سحب تكون مؤثرة بأمطار في معظم المحافظات الداخلية، لكن في المحافظات الشمالية لسه في تأثير السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هيكون معاها فرص سقوط الأمطار، يمكن شاهدنا ده بالأمس أو الأمس على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وده طبعا كان طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. اليوم متوقع أمطار ما بين الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية زي دمياط والصعيد رفح شمال سيناء، الاماكن دي كلها معرضه لسقوط امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، باقي مناطق الجمهوريه هتتلاشى من عليها فرص في الامطار، هنحس بالاجواء المشمسه بشكل كبير في معظم المحافظات والطقس المائل للدفء على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه وشمال الصعيد، طقس داخل بشكل كبير على المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار وتحديدا فتره الظهيره مع شده الاشعاع الشمسي. النجوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 22 درجه مئويه فتره النهار، وده اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجه لدرجتين، يمكن الارتفاعات الطفيفه تقيم درجات الحراره دي متوقع ان هي تكمل معانا خلال الايام المقبله ان شاء الله حتى منتصف الاسبوع القادم، الاجواء مستقره فيها ارتفاعات طفيفه تقيم درجات الحراره فتره النهار. لكن فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيكون في انخفاض كبير تقيم درجات الحراره، الانخفاض ده محسوس اكثر في ساعات الليل المتاخره اللي هي فترات الفجر فتره الصباح الباكر، اجواء بارده في معظم محافظات الجمهوريه، صغرى فتره الليل على القاهره الكبرى 13 درجه مئويه، بعض الاماكن في شمال الصعيد بتوصل 9 درجات، وسط سينا بتوصل احيانا ل 5 6 درجات، فاجواء فتره الليل فيها بروده بشكل كبير، وفرق درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل يتجاوز احيانا ال 10 درجات في بعض المحافظات. كمان طبعا قلنا استقرار في الاحوال الجويه، تكون الظاهره الجويه المؤثره دايما هي الشبوره المائيه. شبوره مائيه كثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي ممكن احيانا توصل لحد الضباب، يعني انخفاض كبير في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر. يعني الشبوره المائيه دي يا دكتوره منار ظاهره مصاحبه للاستقرار الجوي، صح كده؟ بالفعل دايما وجود استقرار في الاحوال الجويه، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على حبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، الفرق في درجات الحراره بين النهار والليل وخاصه انخفاض قيم درجات الحراره فتره الليل ده بيساعد بشكل كبير ان احنا تكون في شبوره مائيه، فدايما في استقرار في الاحوال الجويه يبقى في شبوره بالظبط، تكون الشبوره المائيه واللي ممكن تكون كثيفه خاصه في فصل الشتاء بسبب انخفاض قيم درجات الحراره بشكل كبير فترات الليل، شبوره مائيه كثيفه وحد ضباب، يعني الرؤيه الافقيه احيانا في بعض الاماكن تنخفض ل 1000 متر او اقل من 1000 متر، احيانا بتنعدم الرؤيه الافقيه، فلازم تاخد بالنا بشكل كبير من الشبوره المائيه، طبعا كثافتها بشكل كبير بيكون في ساعات الليل المتاخر، يعني تقريبا 3 4 الفجر بتستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس وبتبدا تتلاشي مع سطوع اشعه الشمس، تقريبا من الساعه 8 و9 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي من على اغلب الطرق، وزي ما قلنا الاحوال الجويه دي متوقع استمرارها في الاستقرار حتى منتصف الاسبوع القادم باذن الله. إن شاء الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الإرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
القاهرة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13، وفي العاصمة الإدارية 22-13 أيضا، في الإسكندرية 21-12، وفي العلمين الجديدة 20-11، في مطروح 21-11، وفي دمياط 22-14، بورسعيد 22-15، والإسماعيلية 23-13، في السويس 23-13، وفي العريش 23-12، كاترين 15-6، وطابة 21-13، حلايب 25-19، وشلاتين 26-18، شرم الشيخ 24-16، والغردقة 24-16 أيضا، الفيوم 22-11، وبني سويف 22-11 أيضا، الوادي الجديد 23-11، أسيوط 23-8، سوهاج 22-10، وقنا 24-11، الأقصر 24-11، وأسوان 25-12. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لمحمد والليلة، ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا.